Gucci case, real almoca. جاي لان تكشف عن شخصيتها الأفريقية. لوكوتي وايلد. Ça fait hyper plaisir les anneaux. Déjà, je suis allée à Maharajnash. Ou Gina d'ailleurs, Anna Abdou, tu fais Anna, on a le Kinabi Anna Akher Orni Kharajnash. C'était le 10 septembre 2020. Ou Men on Fire, je suis le 10 septembre 2021. Mais ça fait hyper plaisir les anneaux. Men bed, bzef djel khadma, men bed, bzef djel taab. كان خرجوا دي شانسون جداد دي بروجي جداد اللي كنتمنوا انه الناس يعجبوهم ودايغ الحمد لله لو روتور ديال الناس الي امبيكابل سان في بليزير وباين ان التاريخ ده هو جود لك بالنسبه لجيلان فديو اللي شاركها فيه ايدا هامز بقى محقق اكتر من مليون مشاهده على يوتيوب ديو جا شغنقول لك جا بواحد الطريقه زوينه بزاف عبدوس مع لا شانسون في يوتيوب صيفطها ليا قال لي خاولا خصك تسمع هاد لا شانسون ديال راه واعره بزاف قلت لي اوكي صيفط لي سمعتها عجبتني بزاف جي ادوري لا ميلودي لو ريتم عجبني ستون فريمون وانا نقول علاش ما نهضرش مع الارتيست ايدا هامز ونقترح عليه نديرو ريميكس مروكن ريميكس وداكشي اللي درت ودغيا جاوبني سا ما في بليزير وخدمنا عجباتو ليدي وبدينا الخدمه عاودنا لها لارانجمون درت لا بارتي ديالي وي هاد سو ماتش فان وي ديد ات ويذ لاف صراحه والفان والبوزيتيفيتي دول حس بيهم الجمهور وخصوصا ان الاغنيه نورث افريكان ريميكس انا جي ادوري لو ستيل لا شانسون يعني جي ادوري بحال قلتي لو جينيرال ديال لا شانسون ولا بارتي ديالي هضرنا على بزاف ديال الحوايج اللي تيطراو دابا يعني سورتو 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 في لي ريزو سوسيو يعني ما بقيتيش كتقدر تثق في الناس وليتي بعض المرات بقوت لي زيكسبيريونس المحبطه اللي كتعيشهم في حياتك وليتي كتقدر تلاقى بالناس كتقدر تحس سبي واش مزيان ليك ولا ما مزيانش ليك وهي غاده مي لو ميساج هو ما ديهاش في هذا الشيء بالعكس سير مع الفلو وسير مع الاحساس ديالك عيش حياتك وما ديهاش من الهضره الخاوي وبما ان الاغنيه افريكان فاختارت جيلان افريكان لوك وخصوصا بتسريحه الشعر اللي اعتمدتها فشفناها بافريكان بريدز كنت شويه ستريس يا من هاد لو كوتي كنت كنقول الله يعجبو من راستا حيت سيرتو انا تي قصتي مع راستا قصه زوينه كانت هما كديرها ليا في الصيف باش كتصيفطني المخيم فهمتي باش كنت ومن بعد وليت كنديرها بزاف باسكو كتعجبني فوالا وقلت علاش لا ما نديرهاش بور لو بروجي افريكا اي ودرت حتى بور لو كليب ان شاء الله الجاي وباين ان جاي لان زي كتار من الفنانين بتطرح اغاني الالبوم الخاصه بيها على طريقه السينجل تقريبا سالينا 80% من الالبوم يعني دابا حنا دزنا لواحد البارتي واحد اخرى يعني لا بريباراسيون تو ريليز دي البوم ان شاء الله اي راك عارف كل بروسيس راه كياخذ وقته دونك ما نقدرش نقول لك وقتاش مي سكو جو بو تي دير سي كو جايين دي شانسون اللي غادي يخرجوا من الالبوم ومن بعد ديك الساعه ان شاء الله الناس كاملين غادي يسمعوا الالبوم كله في لي بلاتفورم وهتقدم جاي لان من خلاله اغاني متنوعه مختلفه عن اللي قدمتها قبل كده لو دوزيام سينجل من الالبوم جيتو ان شاء الله الشهر الجاي اللي صورتو ضيا ودرنا له لو كليب مع انس بريان ماكسيموس ولا شانسون اللي دا ستيل ديفيرون صراحه دايغ الالبوم ان شاء الله من غادي يخرج غادي تشوفوا بزاف ديال لي ستيل ديفيرون بزاف ديال لي تيم ديفيرون اللي غايقول عليها واو هي واحد لو كوتي وايلد ديال جاي لان اللي ما عمرهم ما شافوه